مي مطلقة من 8 سنوات ومعاها بنت، الأب لا ينفق، بيعاملهم معاملة وحشة. التعامل بأخلاقنا اللي أقرها الشرع الشريف واللي علمها ديننا الحنيف، إن الإنسان دايما يجتهد إنه يعدل قدر الطاقة حتى لو اللي قدامه ظلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لابد إن أنا أعلم بنتي إنه من بر والدها حتى لو مقصر، أقول لها معلش يمكن ظروفه، يمكن هو تفكيره واخده للطريقة دي، لأنك أنتي الصلة واجبة، والصلة الواجبة دي ليها بعد اجتماعي، إن البنت دي كمان هتحتاج أبوها وأنت كمان هتحتاجيه في وقت ما حتى لو أنت منفصل عنه. فالنفقة واجبة على هذا الأب، ولو أنا رفعت الأمر للقضاء بإني أرفع قضية نفقة مفيش مشكلة. ده هذا جانب، ولكن الجانب التاني بتاع إنها ليها حظ من بر أبوها، تفوز بدعاء وتفوز بوصل حتى لو هو على هذا الحال، ربما في معاملة أو في إحدى مرات ما هي بتعامله كويس ينصلح حاله. وندعي بصلاح الأحوال، ندعي بصلاح الأحوال، ندعي بصلاح الأحوال. والقرآن نبهنا ولا تنسوا الفضل بينكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والأحوال ما بين قراءة الأنفال والتوبة. ليها طريقة معينة إن شاء الله بإذن الله نقولها لكم على تفصيل إزاي بتكون القراءة.